بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. اليوم حبينا نحكي على عدة مواضيع، خصوصا دورة لف الماطورات. دا تصير شغلات معينة حتى الكل تفتهم سياقنا بالدورات. يعني اكو ناس تجي من منطقتي، اكو ناس تلاقيني بالشارع اليوم بالسنك، نريد نجي يمك يا اخوان. هي الشغلة مو مسألة تجي يمي، احنا الدورة دا نسويها دورة تحفيزية مجانية، دا نحكي بالتفاصيل المملة. يعني ذاك اليوم واحد خابرني ما مفتهم المايكرو، قلت له يا اخي انت اشتريت المايكرو؟ لا ما مشتري المايكرو. يا اخوان الغراض اللي تحتاجها بلف الماطورات كلها يعني تقريبا اقل من ورقة، اقل من 100 دولار، يعني سعرها بالعراقي خلينا نقول 75,000 دينار. يا اخي انت اشتري الغراض هذه. المايكرو سعره 10,000 دينار، كيلو السلك سعره 12,000 دينار، اللي تحتاجها 4 أسلاك 4 قياسات، وتحتاج عوازل وشغلات كلها بسيطة. إذا أنت ما بيشتري المايكرو وتريد تتعلم عليه، شو راح تتعلم عليه إذا ما أنت تجي تجيب يمك المايكرو وتشتغل عليه؟ يا أخوان أنت إذا تريد تخلص من شغل التاكسي، تريد تخلص من شغلة العمالة مثلا بالبناء، تريد تخلص من شغلة ما تريد تتعلم، هذه لازم تصرف. المواد اللي راح تشتريها سعرها أقل من سعر موبايل، يعني الموبايل خلينا نقول بورقة هي سعرها أقل من ورقة، بس أنت راح تأسس إلى صنعة وراح تشتغل والله يرزقك. وهواي ناس أنا أصلا ما شايفهم وهم تعلموا من عندي وفتحوا ورش وتعلموا شغلات كلش حلوة. اللي أرد أقوله أنت إذا تريد تتعلم صحيح لازم تشتري المواد هذه، ولازم أنت مبادر وجايب موادك ومسوي لك دفتر. يا أخوان لازم عندك دفتر، لازم عندك معلومات. هسه أني يعني لحد الآن أني أقرأ بكتب، هسه الكتاب قدامي إصلاح المحركات الكهربائية، زين؟ يعني الإنسان لازم يقرأ، لازم يتعلم. ودا أروح للأشخاص، اليوم رحت الشخص يعني عنده خبرة بالثري فيس، رحت وياه وتناقشت والحمد لله والشكر، يعني نبحث عن المعلومات. فأنت مو تريد أنت وقاعد تضيع كل جهدي. أنا لحد الآن عندي 1190 فيديو تقريبا، زين؟ هاي الفيديوهات كلها تعليمية، فأنت شو تسوي بالحالة؟ شوف شنو اللي ببالك، شنو اللي تريده أنت، وجه أفكارك على شيء معين على الماطورات. هاي الدورة أنا لحد الآن اليوم نشرت 24 فيديو. بديت بماطور مبردة، بديت بماطور المي، واليوم لفيت لكم ماطورات السرع. ماطورات السرع هواي صارت أسئلة عليها، الحمد لله اليوم بسطتها بالفيديو، وإن شاء الله أكو فيديو باكر ملحق على هاي الشغلة. فالريدة يا أخوان آني إذا أنت تقول لي أجي يمك وأنت لا مشتري غراض، لا مشتري أسلاك، لا جايب ماطور قديم وبادي تقصه وتعزله وتلفه وخطآن، ذاك الوقت أنت من أشوفك أنت لا في الماطور وخطآن أخليك على رأسي، أقول هذا فعلا هذا يريد يتعلم، اجيبك يمي ونفتح الماطور انا وياك ونوقع على العله مالته والف لك اياه قدامك مره ثانيه. بس مال تجيني انت مصفر وتريد نعلمك من الصفر، يعني معناته الجهد مالتي كله ضيعته، التعب مالتي كله ضيعته. فانا هذا نهجي بالتعليم، رجاء 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 اللي يريد يتعلم يمي يجي للورشه، اكون هاي الشغلات كلها مسويها، يلا يجيني للورشه. هاي النقطه الاولى. النقطة الثانية قياس الدوزيم. الإخوان بسوريا واكو دول عربية، بالنسبة للدوزيم انتو إذا تردون زودونه بجدول قياسات الأسلاك بالدوزيم، أنا أزودكم بقياس الأسلاك اللي عندنا، يعني أعاد لكم إياها بالمليم والدوزيم. على كل حتى تعرفون طريقتنا، إحنا بالنسبة لنا ما عندنا دوزيم بالعراق، القياس بالمليم، يعني المايكروميتر
كل 10 تدريجات يقرأ لك 1 دوزيم، كل 10 تدريجات. يعني إذا السلك 0.50 يعني نص مليم يقرأ لك 5 دوزيم. قياس السلك 29 0.35 بالمليم يعني يقرأ لك 3.5 دوزيم. الواحد مليم عندنا يعادل 10 دوزيم. فأنتوا يعني زودونا بجدول حتى أنا أسوي لكم جدول على ضوء وتصير الشغلة عندكم واضحة. الشغلة الأخرى بالنسبة الناس دي يسألونه الماطور إيش قد يأكل، يعني إيش قد يتحمل سلك. يا أخوان هاي الأسئلة غير منطقية وغير واقعية. أنت قابل راح تشتري الأسلاك ماتك بالمليم؟ يا أخوان اللي يريد يتعلم لازم يشتري غراض، لازم يصرف. أنت راح تأسس صنعة، صنعة راح تأسس لها. فأخوان هاي الأسئلة ما تنسأل، يعني الماطور إيش قد يأكل وما أدري شنو. هاي الشغلة يعني بعيدة عن التعلم. أنت تريد تتعلم احفظ الخطوة. وبالنسبة للأعداد، الأعداد ممنوع تسأل عليها. ليش؟ لأنه إذا أنت سألت على الأعداد راح تصير شغلة اتكالية. يا أخوان قياس الماطور تجي تقصة وتشوف الأسلاك مالته، خطوة اللف تجي تفتح الرنينج، خلينا نقول ملفات التشغيل، تشوف القياس ماله بالمايكروميتر، تحسب الأعداد مالتها تخليها يهمك بسجل. نفس الشيء بالنسبة للستارت، بالنسبة للسرعات. فأنت لا تتعلم على هذا الشيء. بالنسبة للمكثفات، المكثفات شغلتها جدا بسيطة. الماطور الصغير يعني يتحمل 1 مايكرو. الماطورات الساحبات اللي تقريبا قدرتها أقل من ربع، يعني تقريبا ربع أمبير، المايكرو مالته 5. بالنسبة للماطورات النص حصان يعني 0.37 كيلووات، بالنسبة لهذا الماطور يتحمل كونديسر إما 8 أو 10. وبالنسبة للماطورات اللي ترتفع قدرتها الحصانية تقريبا ثلاثة أرباع الحصان 0.55، هذه المكثف مالته بين 12 و 15. هسه تقول ليش أكو تراوح بين وبين، يعني بين 12 و 15؟ هذا يختلف حسب لف الشركة. يعني أكو شركات تلف الماطور جيج 25، أكو شركة تلف أعلى جيج 24، أكو شركة أعلى وهكذا. الماطور بالنسبة لقدرته 1 حصان، المكثف مالته راح يكون بين 15 وبين 20. فخلي يكون عندك الستندر مالتك هو الواحد حصان 20 مايكرو فراد بالنسبة للمكثفات. شغلة أخرى أريد مقترحاتكم حول الدورة. زودونا بمقترحاتكم شنو اللي تريدونه. بعد أنا إن شاء الله بس أخلص الماطور مع السرعات، راح نبدي نشرح على ماطور الغسيل. ماطور التنشيف عندي فيديو إليه، بس راح أشرككم ماطور الغسيل، لأنه ماطور الغسيل طريقة اللف مالته خاصة، لأنه لازم ملفات الرننج نفسها ملفات الستارت، لأنه الماطور مرة يصير يمين مرة يصير يسار، فلازم ملفات تساوى طريقة اللف مالته. فاللي نريده ساعدونا بالمقترحات اللي تردوها الماطورات السنجل فيس. شغلة أخرى بالنسبة للناس اللي تجاوز عمرهم خلينا نقول 50 سنة، اللي جماعة اللي يشتغلون باللف، يا أخوان والله العظيم يعني راح تفوت عليكم الفرصة، راح تتعب صحتك وراح تتعب قدرتك البدنية. استغلها فرصة وأرضى رب العالمين. المعلومات اللي عندك لا تخليها براسك وما أخذها للموت للقبر. يا أخوان العدة معلومة خلي نور الناس، خلي يفيد الناس. ترى الدنيا ما تسوى تشوفون أمراض عندنا، وباء دي يصير عندنا، فيضانات دي يصير عندنا. فاللي يريده يا أخوان العدة معلومة خلي يطيها. هواي ناس أروح لهم للورش مالتهم يقول أنا اللي جيني أعلمه. أنت اللي يجيك واحد، لكنه أنت من تنشر أنت واحد راح ملايين يشوفك يا أخوان. فرجاء رجاء والله إن شاء الله يومين هالبث أبو محمد إن شاء الله.
اللي نريده يا اخوان نتعاون بيناتنا. يعني ليش الجماعه التليثريفيس ليش بالعرب والعراق ماكو نشر؟ يعني هل هي معلومات تصعدون بها للفضاء؟ ما اعرف، يعني هي معلومات بسيطه، مجرد تفرغ نفسك يوميا فد ربع ساعه وتطلع معلومه. ويا اخوان والله ما تسوى الدنيا، زين ما محصلين كل شيء، كل شيء محصلين، باكر عقب نموت وما حد يذكرنا. خلي عاد الناس تدعينا بهاي الفيديوهات، الدعوات هاي كلش كافيه تقربك لله سبحانه وتعالى. اتمنى التوفيق للجميع. ويا اخوان لا تموت وتاخذ وياك المعلومه، فرغها وطيها للناس، خلي الناس تستفاد والناس تدعي لك. يعني ايش حلو يشوفونا بالسوق يدعونا، يشوفونا بالشارع يدعونا، يجيك للورشه يدعي لك. يعني هاي نعمه من رب العالمين، والله العظيم يعني نعمه 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 من رب العالمين. ما اعرف، يعني هو الرزق ما يروح من عندك، هو الرزق مقدر لك يا رب العالمين. يا اخوان اتمنى ان الناس تتعظ، الناس تشوف اللي يصير بينا، زين اتمنى الصحه والعافيه للجميع والرزق الوفير للناس. وتحياتنا لكم ويا اهلا وسهلا بكم.